يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما سبب سجن يوسف عليه الصلاة والسلام؟ هل هو أنه لم يستجب للنسوة فأمرت امرأة العزيز أن يسجن، أو أن سبب السجن لأنهم إذا سجنوه انقطع خبره وتناساه الناس؟ لا، أسلوبها النساء، كيد النساء، أسلوبه كيد النساء، أرادت أنها تنصر نفسها بذلك تسجن موسى، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين، أو من كيد النساء لتظهر انتصارها عليه. ولهذا لما أمر الملك بإخراجه وطلب حضوره عنده قال ما بال سل قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. قلنا حاشا لله، النساء قلنا حاشا لله، ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، لقد راودته عن نفسه، الآن حصحص الحق، قد راودته عن نفسه وإنه فقالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. فتبرأت، تبينت براءة يوسف عليه السلام وتبين كيد المرأة. نعم.